مرحبا وشكرا لتابعتكم تك ميشن. اليوم رح اقدم لكم نصيحتي عن شو هي الكاميرات اللي بنصحكم بشرائها بناء على استخداماتكم للكاميرا زائد الميزانيه اللي عندكم اياها اليوم بالشهر الاول او ببدايه عام 2023. رح اقدم لكم مجموعه انواع من الكاميرات من علامات تجاريه مختلفه، طبعا رح نركز على سوني كثير لانه اغلبيتكم بيسالوني دائما عن سوني، لكن رح نحكي كمان على علامات تجاريه الاخرى، ورح اقول لكم انه افضل شيء بتعملوه هو انكم تشتروا الكاميرا المناسبه تماما لاستخدامكم والمناسبه تماما للميزانيه تبعتكم. الو، خليكي معي لحظه، تابعونا. فإذا الكاميرات اللي بنصحكم بشرائها ببداية عام 2023، بعتقد انه هذا الفيديو رح يضل صالح للاستخدام على مدار عام 2023، يمكن يطلعوا كاميرات جداد خلال هالسنة، لكن ما بتصور انه رح يتغير جذريا الشيء اللي انا عم بنصح فيه بالنسبة لكل كاميرا ولكل نوع كاميرا. وخلنا نبدأ بأهم نقطة لازم نحكي عنها، إذا أنت بالأصل عندك كاميرا وبالتالي بالأصل عندك عدسات، لازم تشتري الكاميرا الجديدة تبعتك اللي بتتناسب مع العدسات اللي عندك إياها. كتير بتصير معي هاي بيسألوني أسئلة إنه أنا عندي هلأ كاميرا سوني A7R4 وعم فكر إني أغير على كانون EOS R6. طيب والعدسات اللي عندك إياها، بسأل أنا كم عندك عدسة؟ عندي الـ50 وعندي الـ35 وعندي الـ24-70 وعندي الـ70-200. طب هدول شو رح تعمل فيهم؟ إذا أنت أصلاً ماشي بسيستم معين، يا أما بدك تبيع كل شيء دفعة واحدة وتبدأ من الصفر، يا أما بدك تضل بالسيستم اللي أنت عندك يا. حتى لو كان في كاميرا تانية هيك عاجبتك وحابب أنك تستكشف مشاعرك تجاهها. نكتة بس بصورة عامة بنسأل هذا السؤال كتير، وأنا نصيحتي دائماً أنه ركز على الشيء المناسب، لأنه الفروقات بين الكاميرات مهما كانت موجودة حقيقية وكل شيء، خصوصاً موضوع الأوتو فوكس ومنع الاهتزاز، لكن ما أنا مستهلك أنك تبيع كل شيء عندك لحتى تبدأ من الصفر. فإذاً إذا أنت في عندك أصلاً عدسات سوني، اشتري سوني. عندك أصلاً عدسات نيكون، اشتري نيكون. عندك عدسات فوجي فيلم، اشتري فوجي فيلم. عندك عدسات كانون، اشتري كانون. تصور ما ضل شيء. عندك عدسات أي شيء، اشتري نفس الأي شيء. وهلا خليني اعتبر انه انتم ادركتوا هي النقطه، وراح نبلش من الصفر وراح نقول انه شو بنصحكم، واختاروا انتم بناء على هذا الشيء، هي النقطه اللي حكيت لكم اياها. وخلنا نقسم الكاميرات لفئات محدده. اول شيء رح نحكي عن اكشن كام، ثاني شيء رح نحكي عن فلوجينج كاميرا، كاميرا لصناعة المحتوى، وبعدين رح نحكي عن افضل كاميرا للتصوير الضوئي ميزانيه عاليه، افضل كاميرا للتصوير الضوئي ميزانيه اقل، افضل كاميرا للفيديو ميزانيه عاليه، افضل كاميرا للفيديو ميزانيه اقل، افضل كاميرا هايبريد للفوتو للفيديو سوا ميزانيه عاليه، افضل كاميرا هايبريد للفوتو للفيديو سوا ميزانيه اقل. وخلنا نبدا من الاكشن كام لانه هي جوابها كثير سهل. اذا حابين تشتروا اكشن كام بعام 2023، اوزمو اكشن 3. وما تعذبوني كثير بالاسئله وشو مشان الجو برو كذا، جو برو بتجنن، اشتروه اذا تحبوا، ما عندي مشكله نهائيا معه. خياري الشخصي انا هو اوزمو اكشن 3 من دي جي اي، كثير حبيتها، اخذتها معي على كونتنت تريب بجورجيا. ريلايبل بشكل، عمر البطاريه كثير كبير، الالوان كثير حلوه، 10 بت، يعني كل شيء انا بحتاجه من كاميرا تثبيت رائع جدا، منع الاهتزاز، كل شيء انا محتاجه من اكشن كام موجود بهلا الكاميرا الصغيره. حابين الجو برو اشتروا، انا نصيحتي هي الاوزمو اكشن 3 من دي جي اي. الفئة الثانية هي الفئة اللي أغلبيتكم بيسألوا عنها، كاميرا صناعة المحتوى. إذا أنت بتصور محتوى هو عبارة عن محتوى تيك توك وإنستغرام، أو إذا بتصور تيك توك وإنستغرام ويوتيوب، بس اليوتيوب اللي عندك يا أنت هو عبارة عن فلوجات، هو عبارة عن مشاوير، عبارة عن قصص من هذا النوع، فأنت محتاج كاميرا صناعة محتوى، مو كاميرا احترافية، كاميرا خفيفة بتنحمل بالإيد. وهون رح خيرك بين تنتين، إذا بالأصل أنت عندك كاميرات وعدسات سوني ZV-E10 لك موجودة هون. إذا بالأصل في عندك كاميرات وعدسات نيكون، فعليك بالنيكون Z30. أنا اخترت النيكون Z30 كأفضل كاميرا لصناعة المحتوى بعام 2022. هلأ إذا ما عندك عدسات هي ولا عدسات هي ورح تبدأ من الصفر وتسألني أي بنصحك فيها أكثر، السوني ولا النيكون، رح جاوبك شوي بتفصيل فتحملني شوي. إذا عم تشتري هي الكاميرا رح تكون الكاميرا الوحيدة اللي خلال السنتين الجايين، اكيد النيكون Z30، كثير بحب هالكاميرا، بحب الوانها، بحب ادائها، بحب الاوتو فوكس، بحب كل شيء. اذا رح تشتري هي الكاميرا وبعدين رح تعملها هي الكاميرا الثانيه وتجيب كاميرا اعلى منها، بهالحاله اشتري السوني، لانه بالسوني في عدد خيارات، بالنيكون الخيارات قليله، بنوصل مباشره للZ9 والZ9 سعرها كثير كثير غالي اذا بدنا نركز على موضوع الفلوجات والفيديو. فاذا سوني ZV-E10، نيكون Z30، نقي اللي بحبها قلبك. وهلا بننتقل على الفئات. بالفئه الاولى التصوير الفوتوغرافي
ميزانية عالية. هو في نقطة مهمة بدي أقولها، ما عم أقول أنت بتصور بس صور فوتوغرافية، أنت مركز على الصور الفوتوغرافية أكتر شيء، لكن قول 90% صور فوتوغرافية 10% فيديوهات. أي واحد من الكاميرات راح أنصحك فيها بتصور فيديوهات كتير حلوة بالمناسبة، بس عم أقول إذا أنت تركيزك الأساسي هو على الصور الفوتوغرافية، الكاميرات التالية هي اللي بنصحك فيها. إذا بتصور بالاستديو مع إضاءة بروفيشنال، مع فلاشات، مع أي نوع من أنواع الإضاءة، سوني A7R5. إذا بتصور كاجوال من دون إضاءة، يعني بالطبيعة بتصور لاندسكيب، بتصور أطفال، بتصور أثناء السفر، بهالحالة إذا ميزانيتك عالية رح أنصحك بوحدة من تنتين، نيكون Z9 وسوني ألفا 1. هدول اثنين رح يظهروا كتير لأنه هدول أصلا خارقين بالصور الضوئية وخارقين بالفيديو. لما عندك الميزانية لإلون اشتريهم يا أخي ما تتردد. إذا بتحب التصوير الضوئي كمان مرة 90% 10% فيديوهات، وبدك كاميرا بميزانية أقل، فأنا بنصحك بوحدة من تنتين، يا أما سوني A7 IV اللي هي عم تعطينا صور ضوئية كتير كتير حلوة، يا أما فوجي فيلم XH2. هدول الكاميرتين عم يعطونا نتائج رائعة جدا بالتصوير الضوئي، مع أن XH2 هي هاي ميجا بيكسل، وبتعرفوني بالعادة بمسح الهاي ميجا بيكسل اللي عم استخدمها مع فلاشات وقصص، بس هالكاميرا بالتحديد عطتني أداء كتير كتير حلو، انتبهوا عليها بالإضاءة المنخفضة بس. في كاميرا أخرى بدي أذكرها بهي الفئة، أو بالأحرى ما بين هدول الفئتين، إذا أنت مركز على التصوير الضوئي وشي بالنص بين الميزانية العالية والميزانية المنخفضة، بنصحك أنك تاخد نيكون Z6 Mark II. هالكاميرا كتير كتير حلوة، ألوانها رائعة، وكل شي فيها على بعضه بالنسبة للصور الضوئية رائع جدا. وهلأ بننتقل للي بيحبوا الفيديو أكتر، سواء لأنه مهنتهم تصوير الفيديو ولا لأنه هن بيحبوا يصوروا فيديو بالأساس. هون مو كل الكاميرات اللي راح اذكرها هي 90% فيديو 10% فوتوغراف مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، لا هون 100% فيديو ممكن فوتوغراف اذا لزم الامر. وخلنا نبدا باذا بتحب تصوير الفيديو او مهنتك تصوير الفيديو وميزانيتك عاليه. هون في عندي كاميرا انا ما بقدر الا ما انصح فيها لانه انا بحبها كتير وبستخدمها طول الوقت، سوني FX3. سوني FX3 عم تثبت نفسها يوم بعد يوم انه بتصوير الفيديو خارقه، بأوتو فوكس ممتاز، بكل التفاصيل الحلوة اللي نحن بدنا إياها بتصوير الفيديو، بالكودكس الممتازة بالعشرة بت بال422، بكل شيء ممكن نكون محتاجينه من كاميرا سينما لاين حقيقية، لكن بهالحجم الصغير وبسعر صحيح هو مانو رخيص، لكن سعر مناسب جدا بمتناول صناع المحتوى اللي من فئتنا نحن على سبيل المثال. فإذا سوني FX3 إذا أنت عندك ميزانية جيدة. أيضا كاميرا ممتازة بميزانية قريبة من ميزانية الـ FX3 هي الكانون EOS R5C. ما بعرف قديش رح أنصحك فيها لأنه شوي بلكي، شوي سيستم تبع القلب بين الفيديو والفوتو مختلف، يعني بتختلف معك كتير المنيوز، بتلبكك شوي مرات. أنا شخصياً يمكن ما أشتريها، ضل على FX3 دائماً، لكن المحبين الكانون هالكاميرا إذا أنت مركز على الفيديو بالتحديد هالكاميرا لإلك. طبعاً C70 إذا أنت قدران أنك تتحكم فيها، إذا قدران أنك توصلها، إذا أنت محترف بتصوير الفيديو C70 ممتازة جداً، لكن من فئة كانون للناس اللي بيصوروا فيديو بشكل احترافي ربما لكن مو هالقد احترافي، الـ EOS R5C كاميرا فيديو لكن بميزانية أقل. فإذا إذا أنت مركز على الفيديو كمان مرة لكن بميزانية أقل، ما عندك الميزانية رح تشتري الـ FX3 أو الـ EOS R5C، رح أنصحك بالـ FX30 أو سوني A7 IV، يا أما FX30 يا أما سوني A7 IV. سوني A7 IV هي جمالها أنه هايبريد فوتو فيديو، الـ FX30 مواصفاتها شوي أحسن بالفيديو، مو كتير أحسن، شوي أحسن بالفيديو، وكروب سنسر هديك فول فريم. فإذا أنت بتحب الفول فريم A7 IV، إذا ما عندك مشكلة مع الكروب سنسر سوني FX30. طيب كاميرا هايبريد فوتو زائد فيديو، أنا بحب الفوتو كتير وبحب الفيديو كتير، بدي كاميرا بتجيب لي الاثنين مع بعض بمستوى ممتاز، وميزانيتي ما عندي مشكلة مع الفلوس، ميزانيتي مفتوحة على الأكيد سوني ألفا 1 أو نيكون Z9 ولا بثلتهم، يعني هي أو هي، وما رح أنصحكم بأي شيء ثالث، هي رائعة جدا وهي رائعة جدا. إذا بدي كاميرا هايبريد لكن الميزانية ما أنا كتير عالية حدود 2000-2500 دولار، بهالحالة هي رح أنصحكم أنكم تروحوا على سوني A7 IV، كاميرا هايبريد رائعة بكل المقاييس، فيها يعني جمال الصور اللي فيها كتير كتير حلو، جمال الفيديو اللي فيها كتير كتير حلو، فيها محدودية بالهاي فريم ريت. إذا ما عندك مشكلة بالكروب سنسر بهالحالة رح لك تروح على فوجي فيلم XH2S،
تتفوق على السوني A7IV بالمزايا الموجودة فيها وبالكودكس وبكل شيء، بس يعني بالأساس هي كروب سنسر. فإذا أنت منزعج من الكروب بالهاي فريم ريت بالسوني A7IV، أنت جاي على كاميرا بالأساس هي كروب سنسر، وبالتالي ما فيها التفاضلية الكبيرة بين التنتين. لكن إذا أنت من محبي الفوجي فيلم XH2S، عند ثقتي المطلقة وأنه اخترت أنك أفضل كاميرا بعام 2022، سوني A7IV رائعة بكل المقاييس كأنتري ليفل كاميرا هايبريد بين الطرفين. هلأ إذا بدك هايبريد وميزانيتك أقل من هيك بمنيح، ساعتها بدنا نتوجه شوي باتجاه الكروب سنسر. فينا نحكي عن السوني ZV-E10 كمان مرة، فينا نحكي عن السوني A6600 مع أنه صارت شوي قديمة، يعني ما زالت رائعة جدا يعني، لكن صارت شوي قديمة. تصور رح ينزلوا شيء أجدد منها هلأ قريبا. وفينا نحكي كمان عن الفوجي فيلم كروب سنسر اللي أسعارهم أقل من الـ XH2 والـ XH2S. فإذا هي كانت نصائحنا هون بقناة تيك ميشن لأفضل الكاميرات اللي ممكن أنك تشتريها ببداية عام 2023، يعني بناء على تجاربنا بعام 2022. شكرا لتابعتكم هالفيديو اللي إن شاء الله كان مفيد وممتع بالنسبة لكم. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتتابعونا على حساباتنا على التواصل الاجتماعي الموجودة بالشرح تحت، وأنا بشوفكم بالفيديو القادم. And cut.